سلام البنات، كارثة كارثة وقعت في المغرب. سلام الأمهات، مرحبا بكم. فيديو جديد، نهار جديد. مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالناس الجداد، طاركم. المهم اخوتي، راه تخلعنا البارح بزاف هنايا. انا كنت هادشي اللي تبقى البارح ما توقعتوش الصراحة. احنا بعاد هنا، بناتي تما، عائلتي كلشي تما، بنتي في تما، العائلة ديالي كلها تمايا. المهم المغرب كله راه عائلتنا، ماشي جميع الأمة الإسلامية راه عائلة ديالنا. مباح اخوتي، انا كنت جالسه نعسه هنايا بلاصتي وحيدت الكونيكسيون. يلاه هضرت مع اختي، حيدت الكونيكسيون، مشيت نعس. الراجل ديالي كيتصمت، قلت له داك التليفون، قال لك لا خليني نتصمت شويه. داك داير طالعين داير لايف، كتلعبوا الناس كيقولوا لي راه كاين بزاف في المغرب، كيقولوا المعيد هذاك كيهضر. هو يقول لي واش كاين بزاف في المغرب، واش كاين بزاف في مكناس. قلت له لا، حتى هضرت مع اختي ودارت انا كلا وقلعه كيكذبوا، عبروا طلع المشاهد. هو هي ديك اخوتي شويه تكي شوية، عاوتاني كنسمع حقيقة. وانا نحل التليفون لقيت اختي مصوني عليا وبنتي مصوني عليا، كنعيط. تلقى مسكينة سخفانة وطار لها السكر، راه كان طار لها ربع زاد كمل صافي. تجبدت مرة تخلعو الدار، مشات بيهم الناموسية والسادة، بقاو يمشيو بيهم الدوج، بقاو كيديرو بيهم هاكايا، تخلعو الحين. المهم اخوتي تخلعت انا، معيط للوالدة ديالي، لقيتها مسالية، بنتي نتايا مساكن خارجين من السنقة، العائلة ديالي كلشي لي في الدار، لي جالسين عندي في الدار تاهما خارجين. المهم كلشي الدار بقات كتزعزع بيهم، ووصلو دابا راه وصلو 820 ديال الموتى. إنا إليه وإنا راجعون. الله يرحمهم، الله يرحمهم جميعا، جميع أمة المسلمين. بقاو فينا بزاف الصراحة، والجرحى تاهما مساكن الله يشافيهم، راه بزاف، شي 700 وقيلة. المهم كارثة بصراحة، عظمى الله يطبينا هادشي مطلوبو، والله يجعل ربي سامع لينا. وحنا كلنا مسلمين الحمد لله الشكر لله، وخا حنا دابا هنا في فرنسا بعاد، راه قلبنا معاكم وعقلنا معاكم وراحنا دايخين بزاف. شتا خوتي واحد الفيديو في التيك توك دور على اسري، مشى كله ديال الريس، كله كيبكي مسكين، قالك الناس ماتوا، مكاينش الانقاذ، مجاوش كاع ينقدو. 7:30 كانت ديال الصباح وباقي مجاوش الناس ينقدوهم، وكيف كيعطي طالع ما عمري ما شفت الصراحه. الله يطبينا خوت بخير، كيصحتو مزيانين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انتم الاخوان تشوفوا معايا الكارثه اللي وقعت ومعهم بعاد، باقي ما وصلوش الانقاذ، ما عندهمش الريزه. الله يكون في، الله يصبرهم مساكن، الله يكون في العوان. المهم حنا نخليكم شي تصويرات تما، شي لقطات ديال الفيديوهات تمايا، راه غادي تشوفوهم ان شاء الله. نتمنى والله الله يرحمهم، ونتمنى والله داج ربي يحد الباس ويتقبلنا، الله يسامع علينا شي مطلوب. على فاطمة الزهراء، عيط اختي نعجي ما نصوني عليك، ياك ما تروح عندكم زنزر مره اخرى. عيط ما نصوني، ما جاوبتي ما حتى حاجه، انا كاسه مخلوعه هنايا، مالكم شنو واقع؟ لا قالوا غادي تضرب مع جوجتين، ولكن حنا كان مضروب هنايا. هو ما عرفتي طافية تسكت التليفون، ما عندكمش كونيكسيون؟ ولا حيت حنا دخلنا حتى الصبح. ياك بعدا كيصبحتوا نتوما مزيانين. وحنا يا اختي مخلوعين هنايا، قطعتيها مني بخلعه، قلت شي حاجه هادي ما لقيتها من لبنى اللي غادي نعيطها، قالت حتى هما ما كيجاوبونيش. عيطت لبنى قالت ما كيجاوبوش. لبنى بغاتنا الدوخه، الناموسيه كتمشي وتجي، كتسمعي حيط تقرقي بالحيط، الحيط قالت ميشي الحيط مشمجه، كيفاش ميشي؟ لي مور كي لا باسي كوم سا، جي باغلي طو بوشا، لي مور كي مشي لي مور. سلام يا ربي، خلي هاد الباب. ماشي ما فهم والو، حيت انا عرفت ما قلتلهمش يلاه. سمحتي فيهم وخليتيهم؟ سمحت امي، سمحت ميشيل، قال لك ميشيل كيتزعزع بيك، سي كوا سا بوردال، ما فهم والو. فاطمة الزهراء انا دايره فيديو، سمع المتابعين ديالي. دايره الفيديو؟ ايه، باش الناس يعرفوا شنو كاين. باقي في الزنقة دابا الأربعة النهار فين وين؟ نتيا الفيديو هذا. إيوا حنا باقي في الزنقة، باقي في الزنقة. شندير الناس كلها، الناس دخلوا مع ثلاثة ونص، حنايا بقينا هنايا شوية نشوفوا الدنيا كي دايرة، حيت باقي الناس ما دخلوش كلشي، دخل هذا اللي الدر فين ساكنين. اخوتي راه تقطع اتصال بيني وبينها، مابقاش عندهم كونيكسيون،
راكم كيشتو كيفاش الهضره د فاطمه الزهراء اختي ما كملاتش صوتي شويه راه داير مع الخلعه ديال البارح داكشي بقاو فين هاد الناس مساكن بزاف والله لما القلب كيتقطع القلب راه كيبكي من الضغط والله الا بقاو فين الناس بزاف الله يرحمهم مساكن البلاد ناعس صور ناعس وولادو تيلقى راسو من الامانه الدائمات والحمد لله الشكر اللي جات من عند ربي مرحبا بها اللي قال بنادم راسو ناعس تيلقى راه من الامانه الدائمات وصافي كلشي مشى كلشي ولا طاب بحال ما عمر شي حاجه ما كانت الله يطبينا وصافي الله يجعل ربي يسمح لينا ويسمح للمسلمين اجمعين وشكرا لكم والسلام عليكم الى اللقاء.